فيلمنا بيبدأ سنة 2006 في مومباي في الهند مع ولد اسمه جمال، واللي بيتحقق معاه عشان متهم بالغش في من سيربح ال 20 مليون روبيا عملة الهند. ومن فترة قريبة في الماضي بينضم جمال لمن سيربح ال 20 مليون وبيسأله المذيع أسئلة عن حياته، وبنعرف إن جمال شغال قهواجي في مركز خدمة عملاء، وبيفضل المذيع يتريق على جمال قدام الناس ويخلي الجمهور يضحكوا عليه. وفي الحاضر بيدخل محقق شرطة على جمال وهو بيتعرض للتعذيب، وبيأمر المأمور إنه يعذب جمال بالكهرباء طالما الضرب مش جايب نتيجة لحد ما جمال يعترف. وبيكون المحقق مش قادر يصدق ان ولد فقير زي جمال ممكن يوصل للسؤال الاخير في المسابقه، وبيقول ان في ناس كتيره متعلمين زي دكاتره ومحامين ما عرفوش يوصلوا لنص الاسئله. وبيفوق جمال من التعذيب وبيقول للمحقق انه كان عارف الاجابات كلها. وفي الماضي بيكون جمال طفل وبيلعب مع اصحابه، وفجاه بتظهر الشرطه وبتجري ورا الاطفال لانهم بيلعبوا في المطار، لحد ما بيوصلوا للمساكن العشوائيه اللي عايش فيها الناس الفقراء. وبتمسك ام جمال ابنها واخوه سليم وبتقول للشرطه انها تتصرف مع الاطفال، وبتوديهم المدرسه. وهناك بيتكلم المدرس عن قصه الفرسان الثلاثه، وبيضرب المدرس جمال بسبب تأخيره عن حضور المدرسة. وفي الحاضر بيتفرج المحقق مع المأمور وجمال على تسجيلات المسابقة، وبيبقى المذيع عمال لسه بيتريق على جمال وبيعرفوا قوانين المسابقة. وبيكون السؤال الأول عن مين بطل فيلم زنجير سنة 1973. وبيرجع جمال للماضي لما بيكون قاعد في حمام عمومي، وبيبقى سليم هو اللي بيحصل الفلوس من الناس عشان يدخلوا الحمام، وبيتعصب زبون على سليم وبياخد منه الفلوس بسبب إن جمال بقاله كتير في الحمام. وفجأة بتوصل طيارة الممثل الهندي المشهور أميتاب باتشان، ولما بيعرف جمال بده بيبقى عايز يخرج ويقابل ممثله المفضل، ولكن باب الحمام بيكون مقفول، وبيضطر جمال انه ينط من فتحة الحمام وبينزل في وسط مية الحمام وهو ماسك صورة الممثل في ايده. وبيروح جمال للممثل وبيعرف يعدي ما بين الناس بسبب ريحته القذرة، لحد ما بيعرف اخيرا انه ياخد توقيع الممثل على الصورة اللي معاه وبيبقى فرحان جدا. وبيرجع جمال للبيت وبتحميه امه من القذرة اللي على جسمه وبتزعقله، بس سليم بينتهز الفرصة وبيبيع صورة توقيع أميتاب باتشان، وبيتضايق جمال من اخوه لما بيعرف اللي حصل. وفي الحاضر بتكون اجابة السؤال الاول هي أميتاب باتشان، وبيحكي جمال كل ده للشرطة. وبيستغرب المحقق من جمال اللي طلب مساعدة الجمهور في السؤال التاني واللي كل الناس عارفاه عشان يتكلم على رمز العلم الهندي. وبيتأهل جمال للسؤال التالت بعد لما استخدم وسيلة المساعدة. والسؤال التالت بيتكلم عن إله هندي اسمه راما، وبيسأله المذيع الإله كان ماسك إيه في إيده اليمين. وبنرجع للماضي لما الهندوس بيقتلوا في سكان قرية عايش فيها المسلمين في الهند، وبيهرب جمال وأخوه بعد لما بتتقتل أمهم، وبيشوفوا طفلة في هيئة الإله راما كدليل على إنها مش مسلمة، بالتالي هيسيبها الهندوس ومش هيقتلوها. وفي الحاضر بيعرف جمال إجابة السؤال وهو بيوصف الإله راما بعد لما شاف الطفلة من سنين. وبيتأهل جمال للسؤال الرابع، وبيطلب المذيع فصل إعلاني وبيقول لجمال إنه لو مكانه كان خد ال 16,000 روبيا ومشي. وفي الماضي بيكون جمال وسليم مستخبيين، وبيشوف جمال طفلة من قريته اسمها لاتيكا تحت المطر، ولما بيبقى عايز يساعدها بيمنعه سليم، وبيحلم سليم بكابوس عن أمه وهي بتتحرق وبيصحى من النوم، وبيشفق جمال على لاتيكا وبيخليها تستخبى معاهم من المطر، وبتكون لاتيكا يتيمة بعد مقتل عيلتها المسلمة. وفي الحاضر بينتهي الفصل الإعلاني وبيكون السؤال عن اسم شاعر كتب أغنية معينة. وبيرجع جمال بالماضي لما بيكون عايش في مكتب نفايات مع أخوه لاتيكا، وبيظهر واحد باين عليه إنه غني، وبيقرب من الأطفال وبيخليهم يشربوا حاجة ساعة، وبياخد الثلاث أطفال معاه لمكان مليان أطفال وهم بيلعبوا، ولكن بيتم استغلالهم عشان يشحتوا ويدوا الفلوس لصاحب المكان. وبالليل بتعمل لاتيكا مقلب في سليم اللي دايما بيعملها بوقاحة، وبتحط فلفل حامي في بنطلونه وبتخلي الأطفال يضحكوا عليه. وفي ليلة تانية بيمسك صاحب المكان طفل من الأطفال وبيعملوا عينيه بمية نار عشان الناس تشفق على الطفل بسبب انه اعمى ويدوله فلوس اكتر. وبيتفرج سليم على المنظر وبيبقى مش قادر يستحمل اللي شايفه، ولما بيطلب الراجل منه يجيب جمال اللي بيلعب مع لاتيكا بيطلق سليم ميه نار على وش واحد من مساعدين صاحب المكان، وبيهرب مع اخوه لاتيكا لحد ما بيطلع الاخوات على قطر وهو بيتحرك، بس لاتيكا ما بتعرفش تلحقهم. وبيتخانق الاخوات مع بعض عشان جمال عايز يرجع وينقذ لاتيكا، لحد ما بيقول له سليم انه كان هيتعرض للعمى. وفي الحاضر بيجاوب جمال على السؤال لانه كان بيغني الاغنيه دي وهو صغير. وفي الماضي بيشتغل الاخوات في القطر وبيبيعوا حاجات زي بلالين والعاب وولعات للمسافرين، وبيبقى جمال عمال يفكر في لاتيكا. ولما بيسرق الاخوات الاكل من الناس الاغنياء في القطر بيقعوا من عليه وبيلاقوا نفسهم قدام مسجد تاج محل، واللي بيكون معلم سياحي ناس كتير من انحاء العالم بتسافر له عشان يشوفوه. وبيسرق الاخوات جزم المصلين وبيستغل السياح والاجانب، وبيبقى جمال شاطر في التاريخ والانجليزي وبيعرف يمثل انه مرشد سياحي عكس اخو سليم اللي بيقول اي حاجه للسياح. وبيكسب الطفلين فلوس كتير من اللي بيعملوه، وبيتصاحب سليم على اطفال، وبيسرقوا عربيه اتنين سياح امريكيين، ولما بيرجعوا بيلاقوا ان عربيتهم اتسرقت بيمسك الضابط في جمال وبيضربه لحد ما بيمنعه السائح وبيدي فلوس لجمال. وفي الحاضر بيفتكر جمال صوره رئيس امريكا اللي على ورقه ال $100 وبيجاوب صح على السؤال. ولما بيساله المحقق هو عارف المعلومه دي منين، بيرجع جمال للماضي وبيفتكر ايام لما كان بيدور على لاتيكا، وبيبقى هو واخوه شغالين عمال نظافه في مطعم، وبيقول جمال لاخوه انه عايز يرجع للمكان اللي ساب فيه لاتيكا، لحد ما في يوم بيقابل الطفل اللي اتعمى بالصدفه وبيشفق عليه وبيديله ورقه ب $100، وبيبقى الطفل الاعمى عارف اسم رئيس امريكا
امريكا اللي على الورقه، وبيقول لجمال عليها وكمان على مكان لاتيكا، وبيروح لها جمال مع اخوه وبيعرف انها شغاله رقاصه. لكن بيظهر الراجل اللي بيستغل الاطفال وبيهددهم، وفجاه بيطلع سليم مسدس من جيبه وبيدافع بيه عن نفسه وعن اخوه، وبيضرب سليم الراجل بطلقه وبيهرب مع اخوه مع لاتيكا. وفي الحاضر بيكون السؤال عن اسم مخترع المسدس، وبيعرف جمال الاجابه وبيقولها من غير اي تردد، وبتكون الاجابه صح، وبيتاهل جمال للسؤال اللي بعده. وفي الماضي بيسرق سليم وجمال ولاتيكا فندق، وبيخرج سليم وبيهدد ناس بالمسدس، وبيشوفوا واحد اسمه شافيد وبيعجب باسلوب سليم الاجرامي. وبيكون جمال نايم في اوضه مع لاتيكا وبيقولها انه كان بيفكر فيها دايما، وبيدخل عليهم سليم وبيبقى عايز يغتصب لاتيكا، بس جمال بيمنعه وبيتخانق معاه بالضرب، وبيهدده سليم بالمسدس اللي معاه وبيقول على نوع المسدس. وعشان تحمي لاتيكا جمال بتخليه يمشي وبتارد نفسها لسليم. وفي الحاضر بيشتم المأمور لاتيكا وبيقول عليها فتاه ليل، وبيتعصب جمال منه وبيضربه لحد ما بتفصل الشرطه بينهم. وبيقول المحقق ان الفلوس والستات هم اكبر سببين بيخلوا الناس تعمل اي حاجه غلط. وبيفتكر جمال لما بيكون شغال قهواجي في المركز، وبيطلب منه موظف ان جمال ياخد مكانه في الشغل عشان يدخل الحمام. وبيقدر جمال انه يعرف رقم موبايل سليم من على قاعده البيانات وبيتصل بيه، وبيعرف جمال منه ان الراجل اللي بيستغل الاطفال بيدور عليه، وبيعرف كمان ان اسمه مامان. وفي الحاضر بيعرف جمال الاجابه بسبب انه عرف المعلومه لما كان شغال في المركز، وبيتاهل للسؤال اللي بعده. وفي الماضي بيقابل جمال اخوه بعد فراقهم لسنين، وبيضربوا جمال على اللي عمله في لاتيكا، وبيبقى سليم ندمان على اللي عمله، وبيقول لجمال انه شغال مع مجرم ورجل اعمال اسمه شافيد، وان شافيد ممكن يحميهم من مامان. ولما بيسالوا جمال على لاتيكا بيعرف انها مشيت ومحدش عارف هي فين. وبالليل بيستعد جمال عشان يقتل اخوه على اللي عمله في لاتيكا، ولكن بيغير قراره لما بيلاقي سليم بيصلي ويدعي ربنا يغفر له. وفي تاني يوم بيتحرك الاخوات مع بعض، وبيشوف جمال لاتيكا في قصر شافيد بالصدفه، وبيدخلها القصر وبيحضنها، وبيلاحظ ان في حد ضربها في عينها، وبيبقى التلفزيون جنبهم شغال وبيعرض من سيربح المليون. وبيسالها جمال هو ليه الناس بتحب البرنامج ده، وبتقوله لاتيكا ان فلوس البرنامج ممكن تحول حياه اي شخص واي حد وتخليه مبسوط. وبيدخل عليهم شافيد وبيغير القناه وبيشغل ماتش كريكيت، وبيقول انه مش محتاج يتفرج على البرنامج لانه مليونير. وبيفتكر ان جمال عامل نظافه وبيامره يعمل له اكل، بس جمال بيحط له ملح كتير في الاكل عشان ينتقم منه لانه بيعامل لاتيكا باسلوب وقح. وقبل ما يمشي جمال بيقول لها انه هيستناها كل يوم في محطه القطر الساعه 5 لحد ما تجيله لاتيكا ويهربوا مع بعض. وفي الحاضر بيكون السؤال عن رياضه الكريكت، وما بيرضاش جمال انه يستسلم لما بيكون متردد في الاجابه. وفي الماضي بيوصل جمال لمحطه القطر الساعه 5 وبيدور على لاتيكا وبيبقى فقد الامل لحد ما بيشوفها وبيبقى فرحان، بس سليم ورجالته بيكون وراها وبيخطفوها وبيرجعوها لشافيد. وفي الحاضر بيطلب المذيع فاصل اعلاني وبيدخل الحمام، وبيقول هناك لجمال انه هيبقى مليونير وبيغششه اجابه السؤال. وبيرجع جمال للمسابقه وبيطلب حذف اجابتين لانه مش واثق في المذيع، وبيختار جمال اجابه عكس المذيع قالها له، وبيبقى ظنه في محله وبتبقى الاجابه الصح، وبيمثل المذيع انه فرحان لجمال. وبيوصل جمال للسؤال قبل الاخير وبيبقى معاه 10 مليون روبيا. وبتنتهي حلقه البرنامج، وبيقول المذيع انهم هيكملوا مع جمال في الحلقه الجايه، ولكن المذيع بيسلم جمال للشرطه بتهمه الغش والنصب، وبيقتنع المحقق بقصه جمال وبيتعاطف معاه. وبيرجع جمال بالماضي وهو بيدور على لاتيكا وما بيلقاش في قصر شافيد، وبتتفرج لاتيكا على من سيربح المليون، وبتعرف قصه جمال اللي اتقبض عليه. وبيدي سليم مفتاح عربيته وموبايله لاتيكا عشان تهرب، وبيقول لها انه هيتصرف مع شافيد، وبيطلب منها انها تسامحه على اللي عمله معاها وبيخليها تهرب. وبيتم اخلاء سبيل جمال، وبتاخده الشرطه للبرنامج عشان يكمل مسابقته. وبيلاحظ جمال انه بقى شخصيه مشهوره وكل الناس في الهند بيتكلموا عنه وبيتفرجوا عليه على التلفزيون. وبيكون السؤال الاخير عن الفرسان الثلاثه، وبيتسال عن اسم الفارس الثالث، وبيكون جمال عارف اسم اتنين منهم لما المدرس كان بيضربه وهو طفل، والتاني اللي اخوه قاله عليه زمان. وبيحاول المذيع يقنع جمال انه ياخد ال10 مليون روبيا وينسحب من البرنامج، ولكنه بيقرر يستعين بصديق وبيتصل على رقم موبايل سليم. وبتشوف لاتيكا ده على التلفزيون وبتاخد بالها ان موبايل سليم معاها في العربيه، فبتجري وبتروح ترد في اخر لحظه. وبيسمع شافيد صوتها على التلفزيون وبيتعصب، وبينده على سليم اللي بيحط فلوس كتير في بانيو الحمام. وبيطمن جمال على لاتيكا بدل ما يسالها عن الاجابه، وبيبقى قدامه اقل من 10 ثواني وبتتفصل المكالمه. وبيختار جمال اجابه عشوائيه رغم انه ممكن يخسر ال20 مليون وهيخرج فقير من البرنامج زي ما دخل. وفي نفس الوقت بيدخل شافيد على سليم الحمام وبيطلع ان اجابه جمال صح وبيكسب ال20 مليون، وبيكون سليم في البانيو اللي مليان فلوس ومعاه مسدس وبيقتل بيه شافيد. وللاسف بيتقتل سليم في نفس اللحظه اللي بيكسب اخوه فيها الفلوس. وبيروح جمال لمحطه القطر وبيلاقي هناك لاتيكا بتدور عليه، وبيروح لها جمال وهو متفاجئ وبيفتكر ماضيه الاليم، وبيقول لها انه كان عارف انها كانت بتتفرج عليه في البرنامج وبيبوسها، وبيقول لها ان ده قدرهم يكونوا مع بعض.
الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.